هذا الانسحاب سيكون تدريجيا، وأن الخطوات المتلاحقة يجب أن تتم تدريجيا. تنفيذ هذا المطلب الكل سيقوم بدوره لمواصلة عملية برلين 2، وما يقصده هو بالإشراف على إخراج المرتزقة بشكل تدريجي، أيضا تعزيز وتحقيق الاستقرار في ليبيا. الكل ركز على أهمية إجراء الانتخابات بجو من النزاهة. تحدثت أيضا نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية عن آليات ورصد أموال لتحقيق هذه الخطوات. طبعا هناك الكثير من التحديات وأن المشوار طويل، ولكن الأهم الآن بالنسبة لليبيا أن يكون هناك إجراء انتخابات في 24 من ديسمبر رغم التحديات الأمنية. وطبعا هناك كل الدول المشاركة التي ستلعب دور لإرساء السلام في ليبيا. في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، كما تابعنا، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد البيبة مطالبه. طلب بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، كاشفا عن وجود مخاطر أمنية تهدد الانتخابات، منها سيطرة المرتزقة. البيبة كشف أيضا عن أن الخلاف الداخلي والمصالح يعيقان مسيرة الانتخابات. رئيس الحكومة الليبية طلب الأطراف الليبية بوقف التعطيل والالتزام بالتعهدات، موضحا أنهم لم يروا الجدية من المؤسسات التشريعية للوصول إلى القاعدة الدستورية. أدبيبا طالب بتوحيد المؤسسة العسكرية، ومن الضروري تجاوز الانقسام وتحقيق الوحدة. هناك مخاوف أمنية على العملية السياسية ترتكز على السيطرة المسلحة المباشرة للمرتزقة في بعض المناطق، وأؤكد انطلاقا من هذا المبدأ ضرورة الإسراع في عودة النازحين والمهجرين داخل ليبيا وخارجها إلى مناطقهم وجبر الضرر، والسماح للجميع بالمشاركة الفعالة في العملية السياسية من دون أي إقصاء داخلي أو خارجي لهذه المشاركة. وعلى ضوء هذا المؤتمر، مؤتمر برلين 2 وأبرز المقررات التي خرجت بها، ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور كامل المرعاش. أهلا بك دكتور مرعاش برفقتنا مع قناة الحدث. أيضا أرحب بضيفي من القاهرة إبراهيم بلقاسم الباحث السياسي الليبي، أهلا بكما إلى هذه الساعة الإخبارية. نبدأ مع الدكتور كامل المرعاش. دكتور كامل، كما تابعنا خلال هذا النهار الكل يركز على أهمية انسحاب المرتزقة، أيضا توحيد مؤسسة الجيش وإجراء الانتخابات بموعدها بالرابع والعشرين من ديسمبر من العام 2021. برأيك يعني هناك الكثير من التحديات، يعني ما هي هذه التحديات التي يعني يمكن أن تواجه هذه المجموعة الدولية التي تدعم المسار السلمي للوصول إلى الانتخابات؟ مرحبا بك وبضيفك، وتحية خاصة إلى جمهور القناة. في الواقع يعني أنا استمعت إلى كلمة السيد عبد الحميد الدبيبة، وأعتقد أنها ليست في مستوى تطلعات الليبيين، أو على الأقل ليست في مستوى ما وعدت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عندما وجهت حديثها إلى الشعب الليبي، وكأنها تستغيث الشعب الليبي لتأييدها، لأنها لا تجد التأييد الكافي داخل الحكومة أو على الأقل في داخل وزارتها. يعني الحديث فضفاض، لم يحدد الآليات. هي تحدثت عن آليات يتوجب على حكومته اتخاذها. هي تحدثت عن أهمية، أنا لما في مسألة التواجد العسكري الأجنبي لم يتحدث السيد الدبيبة عن الآليات التي اقترحتها لجنة 5+5، نعم، التي هي أصل الاختصاص في هذه المسألة، لم يتحدث عنها إطلاقا، لم يقل اقتراحات هذه اللجنة من الجانبين كيف نستطيع، نعم، أن نحدد أماكن تواجد هذه القوات الأجنبية، وأيضا طلب إشراف دولي ومراقبين دوليين. هذه فكرة المراقبين الدوليين الآن اختفت، لأن حكومة الدبيبة لم تليها الأهمية، أو ربما حتى رفضتها. هذه اللجنة
إذا تم وجودها سوف تذهب إلى الأماكن المفترض وجود هؤلاء المرتزقة أو القوات الأجنبية على عين المكان، وتقول هنا يوجد فاغنر وهنا توجد قوات تركية. سنعود للبحث أكثر في هذه النقاط دكتور كامل، أعذرني لمقاطعتك. نعم. وأيضا نتكلم على الحديث. نعم. هذه في مسألة. تفضل بالبقاء. نعم. معنا نذهب إلى برلين في مسألة أخرى. نعم سنعود لك. نعم. تباعا من فضلك، ولكن أيضا أرجو من ضيفي من القاهرة أن يتفضل بالبقاء معنا. نذهب إلى برلين حيث تنضم إلينا من هناك مراسلة الحدث الزميلة راغدة بهنام. راغدة أهلا بك مرة جديدة، هل تطلعين يعني على آخر مجريات هذا المؤتمر مؤتمر برلين؟ تفضلي. أهلا بك جيزال، يعني يبدو بأنه بالفعل هناك نتائج على الأقل تم الإعلان عنها الآن في هذا المؤتمر الصحفي الذي اختتم به مؤتمر برلين. لا نعلم ما إذا كانت ستنفذ أم لا، الأيام القادمة يعني تثبت ذلك، ولكن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية وأيضا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس كلاهما أعلنا عن حصول اتفاق على بدء إخراج المرتزقة من ليبيا في اليومين المقبل. يعني نجلاء المنقوش قالت بأنه هذا الخروج سيبدأ في اليومين المقبلين، وهي قال وهايكو ماس نفسه قال بأنه هذا الخروج سيحصل بشكل متوازن ومنسق بين جميع الأطراف، بين الطرف يعني المرتزقة التابعة لتركيا والمرتزقة التابعين لروسيا. كان هناك تشديد على أن لا يكون هناك انسحاب يعني لمرتزقة من طرف واحد، وأن يكون هذا الانسحاب بشكل متوازن. أيضا كان لافت ما قال هايكو ماس عن القوات التركية، وأشار إلى الموقف التركي، قال أن الطرف التركي أكد في هذا المؤتمر على أن وجود القوات التركية داخل ليبيا هو مختلف عن وجود المرتزقة. وصف وجود القوات التركية بأنها قوات تدريبية، ويعني تابع هايكو ماس ليقول بأنه بناء على هذا، يعني رغم أنه ألمانيا لا توافق، ولكن بناء على هذا نحن يعني هذا الأمر سيؤثر على اتفاق الانسحاب، بمعنى أنه الانسحاب سيبدأ بالمرتزقة قبل أن يتبعها انسحاب القوات يعني التركية. قرار مهم، لا نعلم كما ذكرت ما إذا كان سيتم تنفيذه على الأرض أم لا. نعم. ولكنه يشير إلى أنه بالفعل هناك التزام دولي من قبل يعني الأطراف الدولية، خاصة وأنه كان هناك مشاركة يعني قوية للطرف الأمريكي في هذا المؤتمر، ودفع من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن استمعنا إليه في مؤتمر صحفي أيضا قبل هذا المؤتمر، بضرورة أن يكون هناك انتخابات في نهاية هذا العام، وأن يكون هناك انسحاب لكامل القوات الأجنبية من ليبيا قبل هذه الانتخابات. شكرا لك راغدة لكل هذه الإيضاحات وهذه المعلومات، رافقتنا من برلين. من جديد نعود إلى ضيفي الذي يرافقني من باريس، الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور كامل المرعاش. دكتور كامل، يعني كما استمعت معنا إلى الزميلة راغدة، يعني قالت بأن هناك دعم دولي، يعني وجود وزير خارجية أمريكا، هذا الثقل يعني من التدخل الدولي في القضية الليبية، برأيك يعني إلى أي مدى ستساعد في إزاحة هذه العقد الموجودة؟ هنا المشكلة هنا، الكلام جميل والتصريحات أجمل، ولكن نحن الآن لسنا في أن نفهم الكلام والتصريحات، نحن نريد آليات عملية لتحديد من هم هؤلاء المرتزقة وأين يتواجدون على عين المكان وكيف يمكن أن نخرجهم. نحن نريد هذه الآليات، هذه الآليات موجودة في لجنة 5+5 التي جمد عملها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لأنه يخشى على التواجد التركي العسكري، ووزير الخارجية الألماني قالها بخجل أن القوات التركية قد يعني نمنحها فرصة أكبر في أن تبقى، ربما يعني هذا التلعتم وهذا الموقف الألماني الذي أسميه الخداع الألماني. على فكرة ألمانيا هي من عطلت أي قرار ضد تركيا فيما يتعلق بإرسالها للسلاح والمرتزقة في ليبيا أوروبيا، وقسمت أوروبا، ما زالت تمارس سياسة الخداع، ولكن هذا لن يحصل. لا بد من خروج القوات التركية، لأن القوات التركية شاركت في الصراع المسلح،
يعني برأيك اليوم دكتور كامل ما الذي تريده تركيا احتلونا خمس قواعد عسكرية من هذا الموقف؟ يعني هي مصممة على البقاء. نعم، ما الذي تريده؟ نعم، تركيا لا تريد فقط تحقيق مصالحها الاقتصادية. المصالح الاقتصادية أول زيارة بهذا العدد الكبير والاتفاقيات الاقتصادية أعطاها لها سيد دبيبة 14 اتفاق رهن بها مستقبل ليبيا الاقتصادي. يعني هي ضمنت حصتها الاقتصادية، حصة الأسد في الميزانية الضخمة التي يريدها دبيبة ويريد البرلمان أن يصادق عليها. ولكن تركيا لديها مطامع أخرى، هي تريد ربط الملف الليبي وملف الأزمة الليبية وأن يستمر الليبيون في قتال بعضهم حتى تتحقق مطامعها في شرق المتوسط. هذا هو استراتيجية تركيا من بقائها في ليبيا واحتلالها لخمس قواعد عسكرية. شكرا لتوضيح وجهة نظرك دكتور كامل بالملف الليبي. نعم، ولكن الوقت يجري. نعم، اسمح لي أن أذهب إلى ضيفي أيضا السيد إبراهيم بالقاسم ليشاركنا هذا النقاش. سيد بالقاسم، يعني استمعنا إلى دكتور كامل ووجهة نظره، ماذا بالنسبة لوجهة نظركم؟ في البداية اسمحي لي أن أخرج عن النص قليلا لأذكر المجتمعين في برلين ورئاسة الحكومة وغيرها من الأجهزة في ليبيا أنه لنا أحد النشطاء الليبيين مغيب منذ 20 يوم، هو منصور عاطي أحد النشطاء في المجال الإنساني. نعم. والإغاثي، ولأن أحد الملفات المطروحة اليوم هو ملف حقوق الإنسان أساسا على هذه الطاولة، وأنه من المفترض أن يتم اتخاذ سياسات جادة في مسألة حقوق الإنسان في ليبيا. فأتمنى أن تستجيب الحكومة ووزارة الداخلية. خلال المؤتمر الصحفي طرح هذا السؤال على السيدة المنقوش وقالت بأن هذا يعني هذا الموضوع يهمنا كثيرا، ولكن بالحقيقة لم نتطرق له، ولكننا في متابعة لهذا الأمر. نعود إلى الموقف التركي من يعني إبقاء خبرائها في ليبيا، وما يعني تم بحثه في مؤتمر برلين 2 بالنسبة للانسحاب التدريجي وإجراء الانتخابات وتوحيد الجيش. تفضل. شوف، أنا جمعت الكثير من الملاحظات حول هذا المؤتمر على الأقل. نعم. حتى الآن لكلمات للتمثيل للورقات أو الملفات المطروحة ولغيرها، صراحة جملة من النقاط أو الملاحظات التي يمكن التطرق لها. لكن خلينا نبدأ في مسألة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، إخراجهم من ليبيا. بالطبع هذه المسألة يعني تشمل الكثيرين، ليس فقط تركيا وروسيا وغيرها على أساس أنهم ما بين المقاتلين الأجانب الذين دخلوا باتفاقات أمنية وما بين المرتزقة جاءوا من يعني من الشباك ولم يدخلوا من الباب أساسا، وأن هذا يشمل أيضا إيطاليا التي تتواجد بقوات عسكرية في الداخل الليبي وغيرها من القوات التي لديها اتفاقيات في السابق مع الحكومات الليبية. كل هؤلاء يشملهم مسألة إخراج المقاتلين الأجانب. نريد تفريغ ليبيا من كل هؤلاء، ولكن أيضا دائما نفكر عن مسألة البديل. البديل عن إخراج هؤلاء ما هو بالضبط؟ بمعنى أنه اليوم كلا الطرفين أو كل الأطراف السياسية فعليا تذهب إلى تبرير مسألة تحالفها مع هذا الطرف أو ذاك، وأنه حتى المقاتلين الأجانب في ليبيا أو المرتزقة في ليبيا اليوم أصبح وجودهم معقد جدا. صحيح أن في هذا المؤتمر هناك تركيز فقط على مسألة الروس بالدرجة الأولى والفاغنر الروسية بالدرجة الأولى، ولكن هناك جانب يعني يغفل له الكثيرين. المرتزقة في جنوب ليبيا باتوا يلعبون أدوار حساسة، ربما حتى أدوار أمنية، بمعنى أن هناك مجموعات من هذه المرتزقة، يعني للأسف أقولها بكل وضوح، أن هناك بعض المجموعات تؤمن بعض المواقع الحيوية في جنوب ليبيا، تؤمنه، تحميه، تحاول استرزاق منه بعملية تحالفها مع هذا الطرف أو ذاك، وأن هذه المنشآت الحيوية منها مثلا حقول نفطية، أبار للمياه، يعني مثلا بعض المعسكرات، حقيقة منشآت حيوية حقيقية في جنوب ليبيا، وهذه المسألة خطيرة. بمعنى أنه اليوم نطلب من الجميع أن يخرج أو يخرجوا المقاتلين الأجانب لتفريغ كل هذا، لكن فعليا لا يبدو أن هناك استعداد حقيقي لإخراج هؤلاء بشكل سريع. هناك تركيز وهناك ضغط إخراج جزء، يعني إذا صح القول كما تحدث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال سيكون هناك سحب تدريجي بخلال اليومين القادمين، وهذا ما ركزت آخر. عليه هذا أمر آخر، وزير الخارجية. نعم،
دعنا نناقش أيضا نقطة هذا أخرى. هذا أيضا أمر خطير بمعنى أنه نعم لأنه هناك قرارات مجلس أمن تقول بأنه الإخراج الفوري الآن بعد عملية إخراجهم وتفريخهم أو إبعادهم أو إبعاد جزء منهم صراحة عن ليبيا إلى دول أفريقية لأن هناك جزء من المرتزقة الموجودين في الداخل الليبي هم مرتزقة يحملون جنسيات أفريقية بمجرد رجوعهم لدولهم أثاروا حالة من القلق وأثاروا حالة من المشاكل الأمنية وآخرها يعني ما حصل في تشاد ومقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي على يد المعارضة التشادية المسلحة التي عملت كمرتزقة في ليبيا وقاتلت الليبيين وقتلت الليبيين فعليا. فمسألة الإخراج بشكل فوري تراجع عنها المجتمع الدولي وتراجع عنها المشاركين في حتى الاتحاد يعني يحرصون على مسألة الإخراج الفوري إبراهيم. والآن مسألة نعم حتى الاتحاد يعني الافريقي وايضا الامم المتحده قالوا بانه يجب تنظيم يعني هذا الانسحاب لانه سيؤثر على الدول هنا هنا لابد من اشاره الى نقطه مهمه جدا هنا لابد الاشاره الى انه حكومه الوحده الوطنيه في خلال الايام الماضيه او الاسابيع الماضيه فعليا تلقت عروض ومقترحات ورؤى مختلفه من بينها مقترح اراه انه الاقرب ان يكون انجليزي امريكي الى حد ما يذهب بالإقناع السلطات في ليبيا بأنها لا تخرج المقاتلين الأجانب من ليبيا بل أن تنهيهم في ليبيا بمعنى أنهم حاولت بعض الدول والأطراف الدولية إقناع الحكومة الليبية بأن تشن حملة وحرب على المرتزقة في ليبيا خصوصا الفاغنر باعتبارهم كأنهم داعش كأنهم تنظيم إرهابي وإنهائهم في الداخل الليبي فبدلا من إخراجهم من ليبيا هو إنهائهم في ليبيا طبعا هذا المقترح قدم ودرس ولكن طبعا لا هو عليه صراحة لا شك أن الأيام القادمة يعني ستكشف الكثير حول هذا المؤتمر وما تضمنه وسيكون هناك توضيحات دعنا نبحث في نقطة أخرى أذهب من جديد إلى ضيفي الدكتور كامل المرعاش دكتور كامل يعني لمسنا من ما صرح به رئيس الحكومة أدبيبة وكأن هناك يعني خلاف داخلي عندما تحدث عن المؤسسات التشريعية ما الذي يقصده؟ يعني الخلافات الداخلية موجودة يعني حتى في التمثيل في هذا المؤتمر كان من المفترض دستوريا أن يمثل ليبيا في هذا الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي هذا اختصاص رئاسي أصيل حسب الدستور وليس للسيد دبيبة وحسب المعلومات التي عندي أن السيد دبيبة هو من أصر وتركيا هي التي أصرت أن يكون السيد عبد الحميد دبيبة على رأس الوفد وألا تذهب السيدة نجلاء المنقوش منفردة إلى هذا المؤتمر خصوصا وأنها هي التي كانت وراء مبادرة استقرار ليبيا لعرضها أمام المؤتمر وأن هذه المبادرة التي قدمتها السيدة نجلاء حرفت وتم مؤامتها مع ورقة أخرى كتبها الأتراك ليقدموها إلى المؤتمر فجاءت كلمة السيد دبيبة فضفاضة من أي معنى ومن أي محتوى وهذه الكلمة كتبت له وحتى أثناء المؤتمر الصحفي رأينا مدى صعوبة قراءتها وهو يتأتئ مرة ويعني تخونه الذاكرة مرة أخرى هذا يعني أنه هو لم يكتب هذا الخطاب بمعنى هو يتحدث عن الأتراك الخطاب الذي كتبه هو يتحدث يعني عن الأتراك برغم أنه الحال. رئيس نعم. الحكومة الليبية وقبل نعم في رئيس الحكومة الليبية سميه ما شئتي قبل المرحلة الانتقالية كان مع نعم. وزير الخارجية التركي صحيح. وهو الذي أملى عليه هذا الكلام ويعني كلام فضفاض يتكلم على المصالحة الوطنية وأن له ضمانة بأن لا يقصى أحد من هذه الانتخابات هذا كلام غير صحيح يعني كان هناك إشارة إلى حصول نعم كان هناك إشارة إلى حصول اللقاء بين شاويش أوغلو ودبيبة هل لديك يعني هل لديك معلومات عن هذا اللقاء؟ نعم هناك ورقة تركية أعدت للحكومة الليبية لطرحها كمبادرة في هذا المؤتمر هذا ليس مخفي وهناك ورقة أخرى قدمتها سيدة نجلاء المنقوش والتي منعت من تقديمها من قبل السيد عبد الحميد دبيبة هناك خطابان مزدوجان داخل الحكومة الليبية نعم. خطاب نعم. سيادي وطني تمثله سيدة نجلاء المنقوش وطالبت فيه بحضور وزير الخارجية التركي إلى ترحيل كل القوى الأجنبية
بما فيها تركيا. نعم. ولكن وصلت الفكرة. موقفه غامض وقال بعض الاتفاقيات هي في صالح ليبيا. أي اتفاقيات في صالح ليبيا تتيح لوزير الدفاع التركي أن يأتي إلى قاعدة ليبية دون أن تعلم حكومته؟ أليست هذه إهانة له وإهانة للسيادة الليبية وانتهاك فاضح لها؟ تركيا تتعامل مع شمال غرب ليبيا وكأنه ولاية عثمانية. هذا لم يخفيه السيد أردوغان في كل تصريحاته، ويعتبر أن ليبيا هي إرث عثماني له يتجول فيها متى ما شاء. وبالتالي نحن أمام هذه الحالة. نعم، دعنا نرى. نعم، رئيس الحكومة دعنا نرى. كان يجب. نعم، وجهة نظر. طرد كل القوى الأجنبية. نعم، دعنا نرى أيضا وجهة نظر إبراهيم بالقاسم حول هذا الانقسام الداخلي، ويعني وكيف ينعكس على الوضع في ليبيا. هو أنا لا أراه انقساما، بالعكس. نعم. أراه أنه حالة من التنوع التي تحاول القيام بها حكومة الوحدة الوطنية في طرح يعني مبادرتها. المبادرة هي مبادرة حكومية، مبادرة للفريق الوزاري بالكامل برئاسة دولة الرئيس دبيبة. هذا الرجل إلى الآن يعني يبدو حتى في خطابه اليوم يبدو متزن ويبدو واضحا وصريحا، وحدد الملامح ومعالم هذه المرحلة، استعرض بشكل جيد ما يحدث الآن، وأيضا يعني شخص بعد تشخيصه المسألة قدم الحلول والمعالجات في المبادرة وفيما بإمكان هذه الحكومة القيام به في مقابل التحديات الموجودة، وعلى رأس هذه التحديات طبعا مجلس النواب الذي دائما نصفه بأنه غير قادر وأصبح عاجز، بل وأصبح جزء من عرقلة هذه المسألة. حكومة وزيرة الخارجية سعت خلال الفترة الأخيرة على أنها تحشد دعما ومواقف دولية داعمة للمبادرة الحكومية الليبية، وهذه المبادرة التي طرحها اليوم دولة الرئيس من أربع محاور أساسية، وأن هذه المبادرة هي ما تحاول القيام به الحكومة منذ البداية، بمعنى أنه لن ترغب هذه الحكومة ولا ترغب هذه الحكومة في أن يكون في هناك حرب في ليبيا في هذه المرحلة، بل كان شعار هذه الحكومة لا حرب، وأنها جاءت لتخمد صراع وجاءت لمحاولة إعادة عجلة الحياة وعجلة الاقتصاد الليبي بالدرجة الأولى، وأنها تفكر في استثمار على هذا المستوى. لذا الكثير من الدول أصبحت تفكر في عملية التراجع، بل وبدأت في الذهاب إلى المفاوضة في عملية إعادة موضوعها في الداخل الليبي، وهنا القصد على تركيا. تركيا لديها مصالح اقتصادية أهم بكثير من مصالحها العسكرية. ستتراجع تركيا عسكرية، شاءت أم أبت ستتراجع، لأنها مصالحها الاقتصادية أهم بكثير من مصالحها العسكرية، وأنها الآن حاولت عدة مرات خلال المدة القريبة الماضية أن تقنع الناتو بأنه يكون هو موجود داخل ليبيا، يعني يوقع الناتو مع الحكومة الليبية، تحاول إقناع الناتو وحكومة الليبية بأن يتواجد الناتو في ليبيا وأن يكون التواجد تركي تحت غطاء مظلة الناتو صراحة. وهذه المسألة تخفى على أحد، وأن الإدارة الأمريكية الحالية إدارة الرئيس بايدن تعتقد بأنه تركيا لم تعد ذاك اللاعب الفعال التي ترغب فيه أمريكا، بمعنى أنه من الضروري أن تتفهم تركيا كل هذا. لذا قدمت نفسها تركيا عدة مرات كداعم سياسي إلى حد ما إلى هذه الحكومة، ولكن نعم. حكومة الوحدة الوطنية ما زالت تحافظ على توازنات، بمعنى نعم. أنها شكراً في نفس شكراً لتوضيح. المسافة التي نعم. نذهب فيها ناحية. شكرا لهذا التوضيح، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد إبراهيم بالقاسم، وأيضا ضيفي من فرنسا الدكتور كامل مرعاش، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. سنلقي أيضا نظرة على هذه القوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدة على الأراضي الليبية، والتي كانت محور برلين 2، مؤتمر برلين 2. إذن طلب مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يكاد يكون محل إجماع من كل الأطراف الليبية بعد أن باتوا يسيطرون على مساحات شاسعة غرب ليبيا. الملف الذي ظهر على السطح في أعقاب الاتفاق الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج نهاية العام 2019. هؤلاء المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من مناطق الصراع في سوريا كان عددهم في البداية في حدود 4000 مرتزق، قبل أن يتضاعفوا نحو 3 مرات ويصبحوا 13,000 بحلول مارس من العام 2021، قبل أن يبدأ انخفاض أعداد هؤلاء تدريجيا لتصل إلى 7,000 قبيل مؤتمر برلين 2 بسبب تراجع الحوافز المالية المقدمة لهم. وهذا وينتمي هؤلاء المقاتلون إلى فصائل فرقة السلطان مراد وأيضا فرقة الحمزات ولواء المعتصم بالله، تشرف على تدريبهم وتسليحهم شركة سادات التركية العسكرية الخاصة. ويبدو أن أنقرة صمت أذانها على المطالب المتعددة
من جميع الدول بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من الساحة الليبية. وقد تجلى ذلك في تصريحات وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو في مايو الماضي خلال لقائه نظيره الألماني، قال فيه إن القوات التابعة لبلاده في ليبيا موجودة بموجب اتفاقيات مع الحكومة الليبية، وهذا يقرأ على أنه تصميم تركي أقله في هذه المرحلة على إبقاء هؤلاء المرتزقة هناك، وهذا موقف لا يلقى قبولا حتى من الجانب الأممي، حيث اعتبر المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيتش أن وجود المرتزق أن وجود المرتزقة في ليبيا لا يشكل تهديدا لليبيا وحدها بل لكل الجوار، كما أنه يتسبب باستمرار الأزمات في ليبيا بما في ذلك عودة القتال وربما التأثير سلبا على سير العملية الانتخابية المقررة في شهر ديسمبر المقبل. أيضا نتابع هذه الساعة حول ليبيا، حيث ينضم إلينا من بنغازي الآن مراسل الحدث الزميل محمد مسعود. محمد أهلا بك، يعني كيف ينظر الناس اليوم في الداخل الليبي على كل ما يجري من مؤتمر برلين 2 بالنسبة لهذه النقاط الأساسية حول انسحاب المرتزقة، أيضا بالنسبة لتوحيد مؤسسة الجيش وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام 2021؟ نعم، صراحة مع تعدد المؤتمرات المتعلقة بالشأن الليبي بدءا من باليرمو أو حتى مرورا بباريس ومؤتمر أبو ظبي وأيضا كل هذه المؤتمرات وبرلين 2، الآن أصبحت حالة التفاؤل تقل شيئا فشيئا لدى الليبيين، كون أن مخرجات كل هذه المؤتمرات أو الملتقيات الخارجية هي جيدة نظريا فقط ولم تتم ترجمتها على أرض الواقع، فالوضع الاقتصادي لا يزال كما هو عليه، الوضع الأمني ولو تحدثنا عن أنه يختلف نسبيا شيئا فشيئا من شرق البلاد إلى غرب البلاد، ولكن تظل هناك نوع أو يظل هناك نوع من الهشاشة الأمنية مع عدم توحيد المؤسسة العسكرية ووجود التشكيلات الغير منضبطة والميليشيات حتى هذه اللحظة الآن. أيضا هناك تركيز من الليبيين على ضرورة أن يتم توحيد كافة مؤسسات الدولة بشكل فعلي، وينعكس هذا التوحيد على الوضع الخدمي والمعيشي لدى المواطنين، فلذلك نستطيع القول بأن الكل يعول على هذه الملتقيات أن يتم ترجمتها في الشارع أو على أرض الواقع هنا في ليبيا اليوم شرقاً أو غرباً أو حتى جنوباً لترجمة واقعية وحرفية لكل هذه النقاط، ولكن التركيز الأبرز لدى الليبيين حتى من تحدثنا معهم في الشارع سواء في مدينة سرت في وسط البلاد أو حتى نتحدث عن هنا في مدينة بنغازي في شرق البلاد، الحديث عن أنه ضرورة أن يكون هناك تغيير لكل الوجوه السياسية في المشهد الآن وتنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي بأي شكل من الأشكال، وبعدها يمكن الحديث عن باقي النقاط سواء المتعلقة بإخراج المرتزقة، حتى أن هناك إحساس لدى المواطن بأن موضوع إخراج المرتزقة وهذا الملف الذي تناقشينه الآن مع ضيوفك الكرام يرتبط بشكل أو بآخر بشرعية موحدة ممثلة حقيقية لكل الليبيين ويجمع عليها الليبيون في الداخل وأيضا يجتمع عليها المجتمع الدولي، وأيضا إنهاء الانقسام الدولي الذي لا يزال يبدو واضحا في المشهد الليبي اليوم ويربك بعض الشيء الحسابات الداخلية في ليبيا اليوم، ولذلك نستطيع القول بأن ملخص المشهد حتى في برلين 2 اليوم هو انتظار الشارع بفارغ الصبر لتنفيذ أو ترجمة حرفية على أرض الواقع لكل هذه القرارات وكل هذه النقاط التي لا يختلف عليها اثنين في الشارع الليبي ولكن يختلف عليها المجتمع الدولي أو حتى الأطراف المحلية التي باتت الآن تعرقل شيئا فشيئا سواء الاستحقاق الانتخابي أو حتى بعض الأطراف التي ترفض خروج بعض المرتزقة وتطالب بخروج البعض الآخر، بينما الشارع يطالب بخروج أي عنصر أجنبي أو أي قوات أجنبية مهما كانت مسمياتها أو الجهة التي أتت بهذه القوات أو هؤلاء العناصر المرتزقة نعم. إلى داخل الأراضي الليبية، وبعدها الحديث عن تحسين وضعهم الاقتصادي المتردي شيئا فشيئا حتى ما بعد تشكيل أو إعلان حكومة الوحدة شكراً. الوطنية عن توحيد كامل مؤسسات الدولة، ولكن الترجمة الحرفية هي ما نعم. تنقص الآن.
شكرا لك لكل هذه المعلومات حول الداخل الليبي. كان معنا مراسل الحدث محمد مسعود بن بنغازي. أيضا نشير إلى هذه المعلومات التي بدأت تخرج تباعا عن البيان الختامي تطبيق قرارات مجلس الأمن بتنفيذ عقوبات ضد كل من يخرق حظر التسليح ووقف النار. إذا بدأنا يعني نحصل على تسريبات عن البيان الختامي لمؤتمر برلين 2، دعوة كل الأطراف لتطبيق سحب القوات والمرتزقة من دون تأخير. أيضا سنذهب من جديد إلى ضيفي الدكتور كامل المرعاش. تعليق سريع دكتور يعني على كل ما تبعناه وعلى يعني هذه التسريبات التي نحصل عليها تباعا عن البيان الختامي، دعوة كل الأطراف لتطبيق سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من دون تأخير. دعيني أولا أعقب على ما قاله ضيفك في إنجازات حكومة عبد الحميد الدبيبة. يعني لم نرى من هذه الإنجازات بعد 3 أشهر في الحكومة، حتى الطريق وهو يعني تحدي بسيط جدا، الطريق الذي يربط بين سرت ومصراتة ذهب السيد عبد الحميد الدبيبة ومنح قطاع الطرق أكثر من 8 ملايين دينار ليبي لفتح هذه الطريقة وفي طريقة استعراضية. نعم نعم، أكتفي بهذا القدر دكتور كامل، أعذرني بسبب ضيق الوقت، ما تبقى من وقت سنذهب به عذرا. هذا يعني دعنا نعم يعني نعطي الوقت مناصفة الكلام لأستاذ إبراهيم بالقاسم بما تبقى لنا من وقت البحث السياسي الليبي، تفضل. أعتقد أنه قرارات مجلس الأمن الآن هي تأكيد على المؤكد، وهي تكرار لقرارات سابقة، يعني على الأقل فيما صدر الآن أو ما يصدر الآن من نتائج لمؤتمر برلين. أعتقد أنه حتى الآن لا توجد أداة فعالة لتنفيذ هذه القرارات، بمعنى أن جزء من الدول التي يشارك في هذا المؤتمر برلين اليوم لديه مقاتلين أجانب ولديه مرتزقة في الداخل الليبي. وما يحدث الآن أن الحكومة، السلطة السياسية الليبية التي نجتمع حولها جميعا ونراها قيادة سياسية تحتاج إلى الدعم في هذه المرحلة حتى تصل بنا إلى بر الأمان، وهي الانتخابات. وإن كانت الانتخابات ليست هي الهدف، بل هي وسيلة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرار ننهي بها أزمة التنازع عن الشرعية، إلا أن ما زالت هذه الدول نفسها تمارس سلوكا يعني لا أخلاقي، على الأقل فيما يتعلق بأنها يعني تذهب في ازدواجية لمعايير تعاملها مع الملف الليبي. هنا شكرا لك أستاذ إبراهيم بالقاسم، لقد دهمنا الوقت لهذه المشاركة معنا من القاهرة. البحث السياسي الليبي أتوجه أيضا بالشكر للدكتور كامل المرعاش الذي رافقنا من باريس. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة الليبية بعد مؤتمر برلين 2. شكرا لكم، المزيد دائما برفقتنا مع قناة الحدث. إلى اللقاء.